دير الزور 7/8/2012 حي العمال، سقوط خبيثة من قذائف الأسد وصواريخه على واحد من هذه المنازل وأحدث به دمارا شاملا كما ترى عين الناظر. دمار شامل. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي اصلاحاتك، هاي اصلاحاتك، حتى انه ما هاي اصلاحاتك. الدخول صعب بسبب تراكم الاحجار عند الباب. لا اله الا الله. دمار شامل، تعب ناس، شقاها يروح برمية صاروخ، يروح برمية صاروخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا رمضان يا بشار، هذا رمضان، هذا هو. اعتاد الناس استقبال قذائف الصواريخ في وقتين، وما وقت الإسحار وقت الإفطار. حسبي الله ونعم الوكيل. لا نعرف ما القصد من هذا، ولا نعرف من المستهدف بهذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حي العمال من أكثر المناطق التي تضررت في دير الزور، ومن أكثر المناطق المعتم عليها إعلاميا بسبب انعدام خطوط الهاتف والإنترنت وقلة المعدات. لنا الله، حسبي الله، لنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. 7/8/2012 بعد 45 يوم من القصف المتواصل. الله أكبر على كل من ضرب وتجبر. طبعا هذا صوت اطلاق النار هو اشتباك بين كتائب المجلس العسكري وحاجز دوار غسان عبود، الذي طبعا عادوا لاحتلاله بعدما تم تحريره في احدى معارك الكر والفر، نظرا لأهمية هذا الدوار الذي يتمركز في نصف المدينة تماما ويسير خطوط تحركاتها جميعا. النصر للمجلس العسكري ولثواره ولثوار سوريا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.